محصل فرقة النقل العام. جنب مهدي يا ايه يا كريمة؟ ازيك يا محمد الطيب؟ محصل بهيئة النقل العام. ايوه يا فندم. الوحش اقبض عليه، اقبض عليه، اوعى تنزل ايدك. اقبض عليه. انا عملت ايه يا فندم؟ هو في ايه؟ ادخل. تمام يا فندم، قبضنا على الوحش. هايل. تمام يا فندم، قبضنا على الوحش. هايل. تمام يا فندم، قبضنا على الوحش. يا واد احمد، يا واد انت ايه؟ معجون بميه حفاريت؟ اقعد البس، البس يا شادي. ايوه البس. ايوه كمل لبسك. ايوه يا زكي، مستعجل على ايه يا اخويا؟ جايه. انت مراد زكي الطيب؟ ايوه يا اخويا. في ايه؟ زكي جرى له ايه؟ فتش شقه. في ايه؟ في ايه؟ حد حاجه يا اخويا؟ انت عم تستعبطي؟ ما لناش حاجه يا فندم، ما لناش حاجه يا فندم، ما لناش حاجه يا فندم. هاتوها. رضا، رضا تعالى يا حبيبي. تعالى يا ابني. اتفضل يا حبيبي، انا تعالى يا رضا. ما تخافش يا رضا، ما تخافش يا حبيبي، انا تعالى. ماما، ماما، ماما. سعاده البيه، ما انا قلت لك انا ما اعرفش الوحش اللي بتقولوا عليه ده، ومستحيل زكي جوزي يكون هو. تعرفي مين من اصحابه؟ زكي مالوش اصحاب، مالوش حد في الدنيا غيري، لا من قريب ولا من بعيد، لا من شغله البيت ومن بيته لشغله. والله كنتم بتبيعوا المسروقات اللي بسرقها فين والمين؟ يا سعادة البي، يا سعادة البي، زكي لو بيسرق وينهب ويقتل زي ما حضرتك بتقول، ما كانش ده بقى حالنا. هو ده سحم ولحمه، لو ان الدنيا كانت ضلمة. هو ده يا بي، هو نفس الطول ونفس العرض ونفس الهيئة. هو يا بيه، هو يا بيه، هو هو. انت، انا طلعك من وسط قلبي مهما تفكرت. هو يا بيه، هو. انت شفتني قبل كده؟ اكيد انت غلطان، اكيد غلطانين يا سعادة البيه. حرام عليكم، انا عمري ما شفت حد منكم، وانت مش قلت ان الدنيا عتمة؟ طب شفتني ازاي؟ شفتني ازاي يا سعادة البيه؟ انا راجل غلبان، مش ممكن يكون مجرم يا سعادة البيه. مين كان معاك في سرقة البنك؟ ما حدش، لأني ما سرقتوش من أصله. ومخرج السينما قتلته ليه؟ أنا لا عمري قتلت ولا أعرف أقتل. وممثلة الإعلانات؟ ما أعرفهاش. وأظن هتقول ما قتلتش جواهرج بتاع مدينة نصر. يا بيه أنا أخاف أذبح فرخة. أمال إيه اللي حصل بالظبط؟ ما حصلش حاجة من أصله، لأن أنا مش المجرم اللي بدوروا عليه. يا سعادة البيه، أنا زكي محمد الطيب، محاصر بهيئة النقل العام. طول النهار في شغلي وسط الناس، حتى اسالوا زمايلي، وبعد الشغل بروح على البيت طوالي. لا بزور حد ولا حد بيزورني، ولا ليا اصحاب. لا حتى اجازتي بقضيها لوحدي بعيد عن الناس على شط ترعة. والسناره برميها من غير طعم.
عشان ما يتعلقش فيها السمكة تتعب لي أعصابي وهي طالعة من المية بتعافر الموت. مش أنا الراجل اللي بتدور عليه يا سعادة البيت. مش ممكن أبدا يكون ده الوحش. طب والشهود اللي اتعرفوا عليه يا فندم؟ ممكن يكونوا غلطانين، اتفضل. وممكن كمان يا فندم يكونوا صادقين. بس أنا عندي إحساس كده إن في حاجة غلط. طب والعمل يا فندم؟ كملوا دحيح معانا، وكملوا تحرياتكم عنه، وافرجوا عن مراته إذا ما سألتش عليها حاجة. حاضر يا فندم. لا يا فندم، كله لسه في التوضيب. يا فندم، الصفحة الأولى؟ لا الصفحة الأولى خلاص يا فندم اتفضلت. حاضر يا فندم. هنزل الخبر في الصفحة الأولى مع تحقيق كامل جوه جورنان. لا يا فندم تحت أمرك. الصفحة الأولى فيها إيه غير الأخبار الرئيسية والمقال بتاعنا؟ صورة في برواز لماتش الأهلي والزمالك. حريق مخازن السكة الحديد. سيول النوبارية. تعويضات ضحايا العبارة سالم إكسبريس. خبر عن اعتصام المودعين بشركة توظيف أموال. يتغير توظيف الصفحة ويشال كل ده وينزل مكانه صورة المجرم اللي اسمه الوحش، وينزل المقال اللي مكتوب عنه في صفحتين، وتبعت صحف ومصور عشان يغطي الموضوع لحظة بلحظة. حاضر. بالنسبة للتدخيل على مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، المعلومات الصادرة عن الصفحة أنه قد تم القبض على المتهم المعروف باسم الوحش، والذي يدعى زكي محمد القرني ويعمل. شو ابويا؟ شو ابويا؟ القبض على الوحش اخطر مجرم القرن العشرين. معقوله زكي هو الوحش ده؟ ولا زمان العجايب ده حاجه تطير المخ ساعه البيت. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ان حياتنا كانت على كف عفريت. يعني لو كنا قرصنا عليه شويه كان يا رحمن يا رحيم علينا. الحمد لله ربنا سترها معانا. بس اللي هيجنني ليه سكت علينا ده كله؟ ده ابن الهيمه. تلقيه ما كانش عايز يكشف نفسه. تفتكر هيعدي منها؟ يعدي ده ولا من احلام ساعه البيت. ده بالقليل هيعدموه خمس ست مرات. طب ومستني ايه يا بني ادم؟ يلا بينا. على فين بيه؟ نكمل اللي بدأناه. حرام عليكم يا زلمه يا سفرة. ما كنتش اعرف ان الواد زكي ذوقه حلو في الحريم كده. دي البنت زي لهطة القشطة. هي لهطة قشطة بعقل. ابوس ايدك يا بيه، ابوس ايدك. اروح فين انا وابني؟ بيتي مفتوح لك يا جميل. ندل جبان كلكم اندال. هقتلك هقتلك. ابعد يا ابن المجنون انت. ابني ابني ابني. طيب ايه ده؟ ايه الحكايه؟ قول مين وعايزين ايه؟ هي فين؟ هي مين؟ مرات الوحش. وحش؟ قولي لي يا مدام، بقالكوا كام سنه متجوزين؟ كان بيحبك؟ كان بيكرهك؟ قولي لي يا مدام، كان بيعامل ابنه ازاي؟ كان بيضربه؟ كان بيحبه؟ قولي لي يا مدام، لما كنتي بتكلميه كان بيرد عليكي ولا كان بيسرح؟ قولي لي يا مدام، كان بيعاملكوا ازاي في البيت؟ لا. كان بيحب يلبس ايه؟ لا. كان بيحب يلبس ايه؟ لا. كان بيحب يلبس ايه؟ كان بيحب يلبس ايه؟ كان بيحب يلبس ايه؟ لا. كان بيحب يلبس ايه؟ وبعدين في الورطه اللي ورطتها لنا دي. ورطه ايه؟ مرات اخوك اللي وقعت قربزنا هي وابنها. يا اخي اللي عندك دم يعني ارميها في الشارع هي وابنها؟ لا طبعا، افرضي بقى اخوك يخلوا فيها تعبيده تاخد لنا فيها هي كمان تثبيته، يا روحي ما بعدك روح. شوفي لها تصريفها، حكايه اخوك لسه هتطول.
وإلى داخل السجن انتقلت عدسات البرنامج لنلتقي بالرجل الذي أصبح حديث الناس في كل شارع وفي كل بيت، المتهم الذي يواجه العدالة الآن، والذي أطلقت عليه عدة أسماء من بينها الوحش وسبع الليل. تقول لي شعورك إيه دلوقتي بعد ما اتقبض عليك؟ زي ما حضرتك شايفة يمين بالله أنا لا مجرم ولا قتال قتلة زي ما بيقولوا عليا. أنا واحد زي كتير من الغلابة اللي عايشين في البلد. يقولوا لي أنا غلطت في إيه؟ أنا من يومين بس طلبت نقلي من الخط ده مخصوص عشان خاطر هو. حصل لحضرة الناظر؟ حصل. طب ليه يا أخ عبده طلبت تتنقل من الخط اللي كان شغال عليه زكي؟ ليه؟ من غير ليه؟ الله يرحمك يا دكتور عبد الوهاب، لا مؤاخذة في الكلمة ست هانم، أنا كان قلبي حاسس بيه قوي، أصل بعيد عنك عينيه دي كانت كلها شر، بيكره كل الناس، بس أنا لا مؤاخذة في الكلمة برضه، ما يخلش عليا الأشكال دي أبداً ولا مسكنته، ده مجرم حويط، اسأليني أنا، لا مؤاخذة في الكلمة، الحمد لله إن ربنا كشف ستره. إيه رأيك يا زكي؟ أنا غلبان من بيتي لشغلي ومن شغل البيت، وبقول يا حيطة داريني. جايز أنا غلطان وأنا مش داري. لو مش مصدقني بلاش اسألوا عني كل اللي يعرفوني. وأنا من خوفي منه رفعت عليه قضية إخلة. الدجرانه كلهم سابوا البيت وهجوا من عمايله. ده مجرم قتال قتلة، والمصيبة ما كانش يبان عليه كده أبدا، ده كان بلوى مسيحة. وانت يا اخ ابو شنب قول لي ايه الحكايه الغريبه اللي بيقولوا انها حصلت لك معاه؟ اولا مساء الخير، واحنا بنشكر التلفزيون يعني انه مهتم بينا يعني واخد باله مننا، والحمد لله استسهير يعني. انا اقول لحضرتك ايه اللي حصل بالظبط. انا واقف كده لا بيا ولا عليا، وبعدين في بق سجاره ومعيش كبريت، لقيته معدى عليا، قلت له تسمح تولع لي. عارف عمل ايه استسوير؟ عمل ايه؟ أم بصص لي بعينيه كده وعينيه بتطق شرار، وأم مركز بعينيه على طلف السيجارة، قامت مولعة من غير كبريت. وغلاوتك عندها استسوير يا فندم. أنا لا حضرت يوم اجتماع ولا اشتركت في حزب ولا عمري اتكلمت في السياسة ولا بقرا جرايد. طب اهدى بس. أنا حتى ما عنديش بطاقة انتخابية، والكورة ما بشجعهاش عشان ما حدش يزعل مني. صدقوني أنا كملت عدد مش الوحش. انت هتفضل تبرم شقلباتك كده وتبصلي؟ هتجنني يا بنت. البنت دي هتطير برج من نافوخي. اصلها بيضه وحلوه وده الصنف اللي بحبه. ومستني ايه؟ ما ترحمني وترحم نفسك وتروح تلاقيه. فكرك يعني هيجي منها؟ ده يجي منها في اللي هي فيه ده قوي. واحده نيه ومكسوره الجناح، لا سند ولا راجل يحميها. صح. وما تنساش انك خيال قديم. صح. هتسلك انا على ما انت تسلك امورك معايا. برضه صح، خليتك بعافيه. لا خليلك انت العافيه هتنفعك. صح عافيتك. ما تريحي نفسك عليا، وملعون ابو الشغل على اصحابه. والقطايه دي تخلص امتى يا معلم؟ الله ان شاء الله ما تخلص. وده اسمه ايه ده بقى ان شاء الله؟ محبه وشرف، وانت عارفه معزتك عندي قد ايه. يا ابوك تلم تعابينك يا معلم، انا مش لايقالك. ما انت اللي جبال نفسك يا بنت الحلال، اللي زيك وفي جمالك وفي حلاوتك ملوش البهدله دي. ده الشهد يتقطع ويتربي تحت رجليكي. اللي زي القشطة يا قشطة انت. سيدك قطع عينك راجل جعر ما تخفيشيش. صحيح هو يا راجل يكون عقلك وزك وقال لك ان دي وحدانية ويجي منها؟ لا وحياة امك، ده انا بيت راجل، ده انا جيت كشك ومالكش دي عندي. اتفخص عليك راجل. الله 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 الله، اتجننت ولا ايه يا بنت؟ اتجننت وحياة امك لو عليك الجنان اللي اتكلم. الحقوني يا رجل. لا مش كده، ايه رايك في زكي؟ والله انا محتاره مش عارفه اقول لك ايه. ريت وشك للكاميرا شويه. اصدق مين ولا مين؟ الجرايد والتلفزيون بيقولوا ان هو الوحش، والناس مصدقه. انا تايهه، زكي
هو الوحش. طب وانت يا حسام كانت علاقتك ايه بزكي؟ والله انا لله في لله كده، لا كان بيحبني ولا كنت بحبه، يعني ما كناش بنستظرف بعض، كنت حاسس ان هو انسان مش طبيعي. ايه دي مالي عليا عشان اعرف اتكلم معاكي، وكمان السادة المشاهدين شايفينك وعايزين يعرفوا منك الحقيقة. ما انا مش ممكن اصدق ان زكي جوزي يكون الوحش، ده زكي طيب وابن حلال وفي حاله، عمره لا كره حد ولا اذى حد، ليه الناس بتقول عليه كده؟ طب وانت يا حبيبي رأيك ايه؟ قول ما تخافش. يا ريت ابويا يكون هو الوحش ويبقى زي روكي فاندام وبوسلي. اسعد الله بتماس يا عم الكل. مية مسا يا زين الرجال. مساء الفل يا ريس. نورت بيتك ومطرحك يا سبع الليل. كنا نعرف انك انت هتشرف كنا فرشنا الارض رمل وزرعناها فل وياسمين وبنفسك.